أحاديث الإمام أحمد وكورن سيء ولا رغمنا. قال الإمام أحمد مركا وحويري نؤمن بها ونصدق بها ولا معنى ولا كيف. نؤمن بها ونصدق بها ولا معنى ولا كيف. وفي سمركا ولا معنى ولا كيف إمام أحمد مركا وليه وتفويض المعنى ومعنيه ولا بندق يهو إمام أحمد أصوح على جسوا جوريا ولا كيف ولا معنى هذا الدير ولا كيف ولا معنى ولا معنى هذا سامرك على وحال قد نجا مرك تفويض أو حاجة معناها عبد إمام أحمد سو مرك صفات كمعاني ذو ذا معنى يجري مسمى معنى يجري مرك سان ولا معنى هذا وحاء أيتها وإيمانه ناي عبد الله بن الإمام أحمد وحوي رسالة أبي أبه وحن سؤالي عن قوم يقولون دهيو لما كلم الله موسى إلهي مركو موسى لهدلي لم يتكلم بصوت عدك لما هدلي صوت مؤون كل هدلي فقال أبي أبيه وحير بلى إن ربك تكلم بصوت اسكتناف إنو ننكل هدلي إن ربك صوتك هدلي تكلم بصوت معنى ولا معنى معنى وحان معنى هذا اللي أقول إن ملده لها سلاس هذه الأحاديث مركز الأحاديث نرويها كما جاءت سيدي كتم إذا كورينينا السنة لعبد الله بن الإمام أحمد جزك كوال الله بغل سديتا سياقا مركز ولا معنى ما يشوك راح جرى مركز أنفير الإمام أحمد مركز ليه ولا كيف ولا معنى وحيابه بضان وصوشا وحيابه وصوشا وحاكم إدهيد رؤية وأن الله يرى إله إن الأركاء إياكم إدهيد مركا وحن سمعينينا وحيت الدليل كودا نقضي أنكو سمعينينا لمن كان مركا كف رهي إمام أحمد وحوق بي وح معنى اللي راسيدي ذبا إلا تفويض يوم مقرانا إن الله حوق بي بات كان رهي وحن لأنها رؤية ذا كورهم ماشان وحاكو حجر وحيابها إمام أحمد ولا كيف ولا معنى أوليه إن الله الأركا ينا وكجرتا مرك إن الله أركا يا مدام أي كجرتو أذيك أنا أتقبتو مثلا شاعر ذا لها الله أذين كنا أتقبتان مسألة الرؤية معنى هذا إلا فهمه رؤية ذا يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة معنى هذا لما قررنا ولا تفويضنا مرة هذا إذين كنا سداسو أي تهي مرك إمام أحمد وحي أجرتا كوان ولا معنى ولا كيف الله هدي مرك أوقو هدي رؤيتينا مرك إن التراهيد ما يسوع جلي يسوع ولا معنى ذا أنت كلنا ويسوع جلي صح ما تخلف ما شاء سجيرنا طيب وما شاء يذا مرك وحجة كلا أو مرك يجلو لازمينا مرك ولا معنى ذا إمام أحمد أوليه وحيقول الله بني كيف يذا إحاطة ذا حيابها لا بس يقول الله بني إحاطة ذا طبعا إسحاق اللي جو وريه إنه يري فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى تلك الصفات فلا يدركه أحد قف إنه إحاطك سماية صفات كاس معاني ذو ذا قف سماية كرم له صح إلهي ما إحاطك ما سماية كرم سيدا أركت ذا قيامها أهل الجنة أيقو أركايا هدنا إحاطك ما سماية كرم وإلهي لما كوبكر مثال كالإمام البخاري فرق ما أقول حي فهم المعنى إدراك الحقيقة أما يعني حنج إذا الإدراء أو حنج إذا فهم المعنى إحاطة يعني إن إحاطة إدراك يعني إحاطة إدراك كل إن لا سمعه الإمام البخاري تسالك الأول ورانا وأشياء حديثك وأن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب حديث كاسو معنينا خلق أفعال العباد كوحيري وفيه دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق حكو جرت إليه الدليل إن صوتك ألأون شبهين إن خلقك عددك عددك ألا ما شبه طيب لأن صوته جل ذكره يسمع من بعده كما يسمع من قرب وعددك ألا كان دير ومغلا سيذا كان دوء ومغلا وأن الملائكة يصعقون ملائكة ودعايا وسوحيا من صوته من أجل صوته فإذا تنادى الملائكة أيوه مركي ملائكة سوء واقيا لم يصعقوا مركوها كالدوين هذا معنى لفهم دليل ملائكة هذا لها وفيه دليل أيوليه فيه
وحو كدكتي نسك مقدمه وكدكتي دليله كان مرك صوت إن إلهي صفته صفة صوت أي الله الصغير الإمام البخاري ولا معنى مرك داتر وح معنى الفهم مجر سادل الله قاتل مرك طيب سيده كلمة فرب بضان وساس وكلا بخاري أيوليه الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي وحوليه شرح السنة عال على عرشه بائن من خلقه إلهي عرشه سوك كسر رايوه بائن من خلقه خلقه سكر رح بحسن كما رح جير مركب بائن من خلقه معنى صوما هل فهمي طيب شرح السنة واقع تفسير مئين أنهين أرنتا إذان عبد الله بن المبارك نساس وقال بما أن نعرف ربنا بالليري مركز وحير فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا هل كان مرك ابن المبارك نوكا ابن قتيبة ابن قتيبة الدينوري وحاويري الواجب علينا أن ننتهي أن كأكان كجوكس أن في صفات الله إلى حيث انتهى في صفته ماشي إلهي أننا نوشيغينا و وشيغينا ماشي انت أنا مرافعين مرك أو حيث انتهى رسوله أما ماشي النبي جيسو جاري وكوكي ولا نزيل اللفظ حلو شاهد كالك ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب لفظي أنا أما أري كان سيدا ويهينا كزولين مينو وكدورين مينو منا كزولين أينا وحي عربت يتقاني ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب ونصفه عليه وكصفين أما وتصفه عليه ونمسك عن ونصفه ونمسك عما سوى ذلك وأنك أفهي سنين وحي أنت وحك سهر الاختلاف في اللفظ الاختلاف في اللفظ رسالة سوى مطبوع يكير صفحة صدنات طيب ابن جرير فلما تجلى ربه للجبل أي فسر تجلى وفعل مرك الله سميه وألك تعلق وصفة مرك سوح يري فلما تجلى بفسر فلما اطلع الرب للجبل جعل الله الجبل دكا ربي مرك أو فيري للجبل بورت أو فيري جعل الله الجبل دكا إلهي بورتي وحكري مدكوكة مثل بابيه بوكري كتاب كيس ابن جرير وفسره كتاب كيس التبصير في معالم الدين وحليه سيده وكلا الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت إن أنسقنا صفاتك أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه يعني وصغينا سيده أنقران يعني أن نقان أن نقضي طبعا كل نقان نساس وتلمامة ولبه حق سجد نفينا وتشبيهنا وكأنفينا وإلهي سبحانه وتعالى مخلوق اسم شبه أبو الحسن الأشعري كتاب كيس الإبانة كتاب كاس صفحة أفر مغلا فرطان يتضب إساقنا سلاس وكالآت أيو أوردي أو مركو كادلا بلده مبسوطة تاني أيو حويري وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي وهو يعني به النعمة تأويلك يولد قلمه وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري وتجده مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني النعمة فبطل أن يكون معنى قول الله عز وجل بيدي ويرى النعمة إن الله إلى آخره هل كاسنا واتسي في رين كرتا وسي آخر كرتا وكتاب الإبانة وأوليها أبو الحسن الأشعري أبو منصور الأزهري أسانا أيمان سلف وكمدها لا بقول سديتني لا بدي رشي سدع بولي تضبعتا كينا وادنتي تهذيب اللغة أيوح وريي ويري وأخبرني محمد بن إسحاق السعدي عن العباس الدوري أنه سأل أبا عبيد أي سؤال القاسم بن سلام في تفسيره
وتفسير غيره أي فصيرا يعني من حديث النزول والرؤية حديثا بل كورا فسر كوذا. فقال وحويري أبو عبيد هذه أحاديث رواها لنا الثقات عن الثقات بينه ثقاد أنه ورسي ثقاذي كوريين حتى رفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي أي أكريالين وما رأينا أحدا يفسرها أحد فسر يعني ما أننا نركن فنحن نؤمن بها على ما جاءت ولا نفسرها نور سيكت مذان أرمين إنما نفسرين. أبو عبيد يري قال أبو منصور الأزهري أبو منصور مركوح يري أراد أنها وحو كوضا أبو الأوضاني أنها حديثاً تترك على ظاهرها باللوغتها معناها ظاهرك يا اللوغتها كما جاءت سيدي كتمت. تهذيب اللغة جزك سقالات أفر صفحة أفرتن إيشان قادم مركو فصيراي قدم قاف دال ميم مددا مركو فصيراي أي وركاير مركا يا أبو عبيد وركي سكو أقوم بضن مركا اللي توجي إلا هذا سيدا نوحات الماما أبو منصور الأزهري متأخر علماء أن الدنبنة وحي الماما الإمام النووي سيدا نشيغا معنى ماذا أبو سلف معنى أن تفويض بالمعنى أبو كده إنتان تصالنا وأئمة السلف هل إن الله يسد حياة فريشان معها معناها اللقوض الله نفسر نواكا وحات الماما أبو عبيد يوحن بجيدا أبو منصور الأزهري ترمذي يعني وصوت الماما الإمام الترمذي ينقل عنها مركنا ما وحن يعني أنه مذهب ماذا سلف كله نسبينا مذهب الله قد نقاينا وإنه نقضى وح كتاب ذو ذكويا له أما سند له قولينا يعني مذهب السلف وحال القصة بالنقل وحا ذي أؤركت مذهب السلف مذهب السلف من نقونا طبعا أما مذهب كتأويلك وابصوت الماما يبقى ترمذي إنه لدق علي وأوليه مركب تفسيرك يد إن قول وفصيره وحوليه تفسير جهمية وإن إنه مرفوض أو مدل الديدي أو يهينة وصوت الماما ابن عبد البر تمهيدك وحويري أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها أهل السنة وحيكو إجماعين وليه إن لقرى صفاتك سواء أروري قرآنك يا سنة لحظة ذكو صاروا رأي إن للرمي يكو إجماعين وحملها على الحقيقة إن حقيقة الوحن بارين لا على المجازي مجازا الوحن بارين إلا أنهم لكن لا يكيفون شيئا فيه مركات ظاهر كي حقيقة قبصتي تكيف إسكيلالي إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك مقا تكيف مصمينا يعني مقا بينا يعني ولا يحدون فيه صفة محصورة صفة محصورة أنا مكو حذينا يعني. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها يا خوارج فكلهم ينكرها لما أنتد وإنكرايا ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة وحكمت أنا حقيقكم حمبارايا ويزعمون من أقر بها مشبه قفك قرانا ومشبه لهايا قاعدة قدوة مرك أو تلمامي أو إجماعها أنت أصورها لك هذا دعض إن فردي يعني صفة من الصفات الأركان مثلا إنه أولي تصالحان ابن عبد البر أوكالي في يعني صفة فردي هل تصالح ويدعي كرتو إنه قرينه قرينه درتيد وتأويلك آذي تأويلك صحيح ونقنا هذه قرينه الآن أو أولينا الدوحو يعني وحي نقنا مسألة ذا هل كف فردي إن قاعدة أو دجية إجماع كشي يقول لغبشي صحما إن وبشي إجماع صح من نقول يسوع. وهكذا أبو عثمان الصابوني أسونا وحويري صفات كمركو كهذا لاي حلي هي تكييف ملأ ولا يعني ولا نشبه ولا يعني ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل. طيب وحيابها كهذا لمركو سوري ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب خبرك حديثك شيء أو كيمة لفظ أو كيمة إن قام كزولينين وحي عرب التقان كما عنا لما يقان يورك وإسديدا ينضب عن إلى آخر ما قال سجنا وحويري مرك مذهب كتأويل سجنا مرك سلف مذهب أمة هين حدي مرك تأويلات مفرد فردية هذا اللي هلو ولا جن نقاشها قرينا هدا يجرتو قرينا ذو حين قكرت إجماع
waxay noqon kartaa aayad ama xadiid kale kaas waa ta'wiil nabad qabo haddii qariina aynan jirin ta'wiil faasida waa laga tagaa xataa fardi salafka ka mid a haddii laga helo ta'wiil noocaas oo kale ah oo mas'ala min almasaa'il lagu raaci maayo inta kale wixii salafka sideeduba maxaa salafka qaacido u ah yacni jaadada iyo waddada ay qaadeen ee lagu yaqaano kaasa u ah yaa madhab looga dhigaa ee hal imaam hadal uu yidhi ma noqonayo laftiisa nacam jaadadu yani sidaas jaadadu waa taas hadda maalan madhabka shaafici waxbaa mashhuur ku ah waxaa dhici karta imaam min al-a'imati shaaficiya inuu mashhuurkii ka tago oo qowl aan mashhuur ahayn uu qabsado qowlkaas madhab shaafici maa laga xisaabaa laga xisaabi maayo ma laga tirinaayo marka sidaa lafteeda marka inaan ogaano waa muhim oo meesha taxriiru maxalli nizaaca inuu caddaado marka wax laga hadlayo waa muhim marka intaasaan rabay inaan marka maadaama ay marar badan nagu soo noqonayso halkaan maraan ka hadlaynaa kadibna marka waa un ka soconaynaa insha allahu tacaala.